بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في هذه الحلقة 52 بعد 100. نتناول آيات من سورة التوبة. يحدثنا الحق تبارك وتعالى عن بعض المنافقين الذين أكثر الله لهم المال والعطاء ولا ينفقون هذا المال إلا في الدعاية، في يعني التصوير، في الانتخابات، يعني ناس عايزة تظهر بس، من غير كده محدش يعرف عندهم أي حاجة. يقول تعالى: أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. في بعض الناس رزقهم الله مالا كثيرا لكنهم لا ينفقونه في الخير. يقول تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. طب يا ربي، الناس اللي مش عايزين ينفقوا دول وانت عمال تزود لهم في الرزق، ما دي عامله فتنه. يعني ناس تعصي الله عز وجل ليل نهار ولا يقيمون الصلاه، ها، ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون، وربنا موسع لهم قوي قوي قوي. يقول تعالى في سوره التوبه الايه 55: فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. ساعات الإنسان ربنا يديله مال كتير 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 وهو لا يتقي الله. أنا شفت في حياتي ناس جمعوا ثروات كثيرة، يعني واحد سافر إلى الخارج قعد 20 سنة يجمع أموال كثيرة جدا ورجع له ولد واحد، الابن ده خد الكم مليون اللي مع والده عمل بيهم مشروع، مش عايز أقول لكم شهرين ثلاثة المشروع اتحرق كله وضاعت ملايين الراجل وضاعت سنوات عمري كلها. فربنا بيقول: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعني لنا يعني صديق ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بالنجاح، يعني شخص معروف بالنجاح والنشاط، وزي ما بيقولوا التراب في إيده يتحول لذهب ويفتح مشروعه ومشروعه، ورزقه الله بولد وقال له: لا أنا مش عاوز أشتغل معاك، أنا عايز أشتغل لوحدي، وهو خد منه يعني أكثر من 1.5 مليون عشان يعمل مشروع ومفيش مشروع، وبعد كده يسأله فين الفلوس، مش عارف الفلوس راحت فين. فعشان كده ساعات بعد سنين طويلة ربنا سبحانه وتعالى يرزقك حد يضيع لك كل اللي انت عملته. فعشان كده ربنا بيقول: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فأنت لو لقيت حد ربنا وسع عليه في المال والأولاد فلا يعني لا تظن به إلا خيرا، تعرفش البلاء جاي من أي حتة، يعني ما تعرفش هل البلاء جاي في الولد، جاي البلاء جاي في المال. ساعات الولد يلف في الدنيا كلها ويجري والعربيات اللي هو عايزها وكذا وكذا، وبعدين يعني لا قدر الله يقع في حادثة يتعجن، المال يروح والدنيا تروح والولد يروح. فأنا عايز أقول لك يعني: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. شايف الكلام؟ انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا. يعني ساعات يبقى معاك مال كتير وتتعذب بيه، تتحسر عليه. ها، ناس اللي سرقوا اراضي الدوله واعتدوا ونهبوا الاراضي ونهبوا العمارات وبنوا مخالف، واللي بنى كذا واللي بنى كذا، والاخر جت الحكومه صحيت فشالت كل المخالفات، الراجل بنى عماره 15 دور وجاء يعني فجروها له بالديناميت، فبقى يعني قلبه يتحسر عليه. ما انت اعتديت، انت حرامي، اللي بيسرق أرض مش بتاعته حرامي، إن الأرض لله، من سرق فيها قيد شبر قيده الله في 7 أراضين في جهنم. الأرض اللي أنت حاطط إيدك عليها دي بتاعتك، حرام عليك، ربنا مش هيقبل منك ولا صلاة ولا صوم. الأرض اللي أنت واخدها دي بتاعتك. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. المال اللي أنت سعيد بيه ده ممكن يكون سبب شقائك. ويحلفون بالله إنهم لمنكم. لا والله، ده أنا بحب الخير. تحب الخير وأول ما تحصل ثورة ولا هيصة تلاقي كل واحد سرق حتة. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. عايزين أي حتة يطيروا عليها. حصل وباء، كان وباء إنفلونزا الخنازير، وبعدين اتعمل سيناريو، والسيناريو ده معناه إنه الشعب ممكن يموت منه 10 مليون 20 مليون، وتتعمل مدافن على قارعة المدن، والسادة المسؤولين يطيروا على أي بلد ما فيهاش إنفلونزا. عشان كده ربنا بيقول لك: لو يجدون ملجأ أو مغارات
أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. لو يقدروا يجروا يمين وشمال هيجروا، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. وفي ناس بقى قاعدة تتريق على الناس في كل اللي بتعمله. واحد بيتصدق بيتصدق عامل لي فيها محسن، واحد تاني بيعمل خير بيعمل، عشان يعني كل الناس نشكك في أعمالها ونواياها، ومنهم من يلمزك في الصدقات بيتريقوا على الناس عمال على بطال. في ناس شغلتها تتريق تسخر من الناس، وفي برامج كل شغلتها تسخر من الناس وتهزأ في الناس. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا. لو جت الصدقات كتيرة وكل واحد خد حتة خلاص يبقى حلو، يبقى المتصدق ده راجل فاضل. وإذا ما خدش منها وإن لم يعطوا هيعملوا إيه بقى؟ فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. خدنا منها نبقى حلو قوي، ما خدناش لا، في نظرية لا فيها لا خفيها. ففي ناس عايشة كده، اللي جاي لنا ده جاي لنا في إيه؟ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لو كانوا بيحبوا ربنا كانوا رضيوا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كانوا رضيوا بالعطاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والله لو رضيت لأرضاك الله. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وتأتينا آية بتعتبر الآية رقم 60 في سورة التوبة، تعتبر هذه الآية باب كده كبير تتعمل عليها كتاب. من هم الذين يستحقون الصدقات؟ من هم الذين يستحقون الصدقات؟ ده عنوان باب كبير. ليه؟ لأن كل واحد في هذا الزمان يكتب على نفسه، يكتب على جبهته كده أنا مستحق للصدقات. مين اللي ياخد صدقات؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه. الفقراء الفقير من لا يكفي دخله قوته الضروري، يعني ربنا سبحانه وتعالى رزقه كمية قليلة من الماء فلا يكفي قوته الضروري. يبقى من هو الفقير؟ لا يكفي دخله قوته الضروري. يعني ايه قوته الضروري؟ اللي هو الملبس والمسكن والايه والمأكل والمشرب، ثلاث حاجات: سكن ولبس وأكل وشرب، دي اسمها الضرورات الثلاث. من هو الفقير؟ الفقير من لا يكفي دخله القوت الضروري اللي هو المسكن والملبس والمأكل، يعني سكن وأكل وإيه وملابس، ده الفقير. طيب في واحد الدخل بتاعه مش قادر يكفيه ان هو يجيب محمول اخر موديل 5000 او 10000، ده فقير. يعني في ناس بتشحت ومعاها محمول، ده قوت ضروري. في واحد بيشحت وبيدخن وبيقول ان الدخان بالنسبه لي قوت ضروري، ينفع؟ فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا مين اللي ياخدوا الصدقات. اول حاجه الفقراء. من هو الفقير؟ الذي لا يكفي دخله قوته الضروري، مسكن ومأكل وملبس، وايه كمان؟ والمساكين. المسكين نوع خاص من الفقراء. المسكين من أسكنته الحاجة عن السؤال، يعني الفقير محتاج وبيسأل، الفقير محتاج وبيسأل، لكن المسكين محتاج وما بيسألش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. يبقى هو يعني يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إيه الحاف. يبقى محتاج أكل وشرب ولبس، ما يسألش حد أبدا، لا يسأل إلا الله. والله سبحانه وتعالى يقود إليه الناس حيثما كان. من هم الذين يأخذون الزكاة؟ ده إن شاء الله هنشوف حلقة قادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah